في نسميها جنة صغيرة، في أحلى من هيك؟ خاصة بهذا الموسم الألوان بتاخد العقل، الشمس من هون، الهوايات حمامات، الألوان اللي بتاخد العقل. نحن وين؟ خان مقزود، شغلة كتير أساسية لأركانسيال يلي هي ضايعة نموذجية، رح تشوفوها هونيك، ومطعم أكله كتير طيب. عرقات بياخدوا العقل، عملنا فيديو عن العرق من سنة الماضية توب نوتش. بيجي لهون بحس حالي بالبيت، بيشتغلوا صح اخوات. وين العرقات؟ هون تلاقينا سنة الماضية كنا عم نعمل عرق، السنة كمان هلا بهاليومين بدنا نشيل نازل. هلا في عندي شوية عرق انا عم عطقه، وفي عنا حاجتنا الحمد لله، واكيد اطيب عرق بنعمله نحن، وهلا بندوقك اياه. صدكم تبلش هيك بحب زي الايقاع، خمسة صوتها حلو وقرشتها بتعقل. هاي ناقصة صحن لبن. اوه ولبنات مشكلهم قاسين. اكيد لبن الدايرة. يلا كول كول بعد. شو القصة كبيرة؟ صح طيب. انتو بتعرفوا انو عندهم كمان لبنة الدير، لبنة عناية غير شكل. من نام هون نغلي كل شيء. اشتهل جوني 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 صديق العزيز. بونجورك، اشتقت لك. نحن بالاكتر. يلا خبرني نحن وين. نحن هلا بيت عنايل، بضيعة النموذجية اللي عنا اياها باركانسيال بدير عنايل. عنا سبع غرف، ونحن الغرف خصيصا عاملينهم مع الطوايف اللبنانية كلها، فكل أوضة عندها اسم، وكل أوضة الأرشيتكتور تبعها بدل على الطايفة تبعها. عنا بيت عساف للماروني، بيت أبو عمر السنة، بيت حسين الشيعي، عندي وراي من أولى أبو جورج للأرثوذكس والكاثوليك، وبيت أبو سارة الدرزي. فهيك جمعنا طوايف بضيعة واحدة. روعة روعة روعة. أهلا وسهلا. شو بتعيشوا هون بالضيعة؟ في شغلة بتذكرها، أنا كنت نمت نايم بهيدا الأوضة، في شغلة مهضومة إنه هي راكبة على الطريقة القديمة، يعني مسيو مدام عايشين هون، تجوزوا، عمروا له بيت لابنهم، الرجال بيروحوا على الشغل، والنسوان الماما والكني بيقولوا ورافر بيقعدوا هون بالنص وبينحرب بعضهم كل النهار. This is how it is. Yes. واو، على الطريقة القديمة، جبلية جردية لبنانية. تعوا عيشوا الاكسبيرينس، وعيشوا اولادكم الاكسبيرينس. شانيا؟ يس. لبنة اكيد، خبز يس، نومة حلوة اكيد، لقمة طيبة، كاس عرق، شو بده الواحد اكثر منه؟ ونومة. ايه بتعيش هون شهر. خلصي. لك ايه. بيت المزارع هو انيشيتيف جديد من انفات، مش كتير جديد من اركانسيال، بس هيدي السنة قررنا نصير نساعد السمول بروديوسر من كل منطقة بشو هي مشهورة. Let's say بعلبك مشهورة بالمكدوس، نحنا منجيب لنا بعلبك المكدوس، مربى المشمش ما بعرف اذا موجود، كمان من القاع، العسل سنجين من عين سعادة، عسل زهر الليمون من جبل الشيخ. سو كل منطقة بشو مشهورة، حبينا نساعد السمول بروديوسر، نعطيهم نحن الوايت ليبل ونبيعهم تحت اسم أركانسيال. كما وأنه نحن عنا بروسيسنج يونت منساعد صغار المزارعين اللي عندهم فائض بالإنتاج الزراعي تبعهم، وهيدا الفائض بالإنتاج الزراعي نحن مناخده ومنعمله بروسيسنج عنا، ومنعمل منه درايد فروت وقمر الدين. هول هن، هيدا للتفاح وهيدا فواكه مشكلة درايد. بلش القعدة. كاس عرق. تشيرز، صحتكم. كاس لبنان. شو عرقات؟ قديه ببرم بضيع وبشرب عرق؟ هول من الأروع، لأنه ما بيحرقوا، منهم قاسين، فيهم حلاوة وسويتنس كأنهم ديسير خفيف، بارفان، وبيعبوا الراس. Cheers.
عم تركب الطاولة ورانا مبينة مثل طاولة الزجل. طلعوا طاولة بالنص مثل بالفلومة بدها خصي بالنص. هلا بنبلش اوف اوف اوف. كيف احلى من طاولة لبنانية والالوان والحب المحطوط بقلبها. بتشوت رايلتي بس ساعة اللي بحكي بالموضوع. في اروع من هيك؟ انا برأيي الطاولة اللبنانية ما بدها خبز، بدها سمبوسك مع حمص وبطاطا مع حمص وكبة مع حمص وتبولة وفكتوش وألوان وقرشة وأشياء بيقول العالم. طيبين أكلتكم؟ بالانجليزي a happy place، محل بنبسط فيه برتاح بس حالي بالبيت باكل منيح وبيطلع بالي مفل. اسمه الخان المقصود. اذا بعد ما جيتوا لهون مرحين حالكم كتير.